السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا نتكلموا على وليدنا رياض محرز اللي لعبوا اليوم، ربحوا 5-1 وسجل 2 أهداف في الشوط الثاني، هدفين على طريقة رياض محرز اولا. ونتكلموا ثانيك على اللي راهم طايحين عليه هذه الايام في الهداف، كل حصة يهضروا عليه، يعني ما كاش حصة ما يهضروش عليه، واليوم راهو سجل وراهو نورمالمون يسكت هذيك الابواق اللي راهي تتكلم، اللي راهي دايرة حملة تقدر تنتقد اللاعب، تنتقده بصح كي تجيبها موراه كل حصة هذه تسمى حملة. على كل حال بو نبداو ندخلوا في التفاصيل على كل حال، ونتكلم ثاني شوية على شايبي فارس شايبي، لان جات بعض التعليقات على كل حال اللي يقول لك باللي نتوما كي ما عيطلوش بيتكوفيتش تقولوا باريزوب علاش ما عيطلوش، وكي عيطلو تقولوا علاش عيطلو. دوك ندخلوا في هذه النقطة، انت راك فاهم بصح راك تتلاعب بالالفاظ لان الفيديو شفتو، بصح انت تفهم ماشي تفهمو، انت تحب تغلطني، انت تحب تغلطني، هذا ما كان. بو سجل رياض محرز في دقيقة في 4 دقائق سجل 2 أهداف، في الدقيقة 65 وفي الدقيقة 61، وموراها بعد 4 دقائق زاد سجل هدف في الدقيقة 65. التنقيطة تاعو يا خوتي كيما راكو تشوفوا لهنايا، عطاولو الله يبارك يا خوتي. التنقيطة 9.6، فيرمينيو هو اللي داها رجل المباراة، دا التنقيطة تاعو 9.9، يجي موراها رياض محرز 9.6 من اعلى التنقيطات، يعني تقريبا في زوج زروق راكو تشوفوا الاخرين، يعني فيرمينيو ورياض محرز زرق حامق، يعني هادو هما النجوم المباراه، وهذاك اسمه زياد الجواني هذايا والله لا اسماوتهم، على كل حال ما نعرفهمش. الشوط الاول ما كانش باين بزاف رياض محرز، ما كانش مقدم هذاك الاداء اللي كيما نقولوا مبهر. ولا الشوط الثاني تحرك احسن من الشوط الاول، قدم لقطات مليحه وزاد سجل هدفين اللي الله يبارك. ندخلوا في التفاصيل تاع رياض محرز، راهو رد على بوحنيكا والجماعه تاع الهداف اللي راهم دايرين حمله، بيكون صراحه حمله باريزوب على رياض محرز. دوك ندخل لكم واش قال بوحنيكا البارح على رياض محرز، واحد الشره اللي ما يقدرش يشدها في قلبه، ولا نشوفوا تانيك في الحصه تاع شيخي، كل حصه يجبدوا على رياض محرز، اواه يعتزل، اواه ما كانش، اواه لازم يجبد روحه، اواه كبر، اواه ما راهوش يقدم، اواه ما يقدرش يعاون المنتخب. شوف شيخي دي خطا قال لك رياض محرز يقول رياض محرز يقول باللي راهو حايب يدي الجزائر الى المونديال، وشوف داك اللفظ يعني كي سمعتو ما تقبلتوش. شيخي يسال زعما يقول لهم هل رياض محرز ياخذ الجزائر الى المونديال او الجزائر تاخذ رياض محرز الى المونديال؟ اباك باللي يعني رياض محرز هو قال باللي راني حايب ندي الجزائر الى المونديال، اي لاعب يقول لك راني حايب ندي بلادي يعني بالمساهمه تاعي، ما راهوش هو وحده يدي الجزائر الى المونديال، لان هو كي يقول راني حايب ندي الجزائر الى المونديال تروح لعصام مندي يقول لك راني حايب ندي الجزائر الى المونديال، نيمبورت لاعب تروح ليه يقول لك راني حايب ندي، يعني هو بالمجهود تاعو يعاون باش الجزائر تروح للمونديال. اما بن شيخي السؤال تاعو اللي طرحوه قال لك هل يعني رياض محرز كي قال لك قلبها له، قال له اذا الجزائر هي اللي تديك بالاداء هذا اللي راهو عندك، الجزائر هي اللي تديك للمونديال، يعني واش حاب يقول رياض محرز ما كاين والو ما يستاهلش، والجزائر كيما نقولوا دير فيك بليزير تديك للمونديال. عبالكم الفاظ، واحد الالفاظ، وفي بلاطو تاع شيخي واعتزل، وهذاك واسمه بن شابير راهو جايب عقاب رياض محرز عقابه. نحكي لكم البارح على واسمه بوحنيكا اللي تكلموا بن شيخ، دوك نوصلوا لبن شيخ بوحنيكا البارح اللي تكلم على رياض محرز. سمعتوا التصريح تاع رياض محرز مؤخرا، قال لهم انا جزء من المجموعه، رد على الانتقادات، وكي رد على الانتقادات بوحنيكا شغل كيما نقولوا تبقى تاكل هكذا تاكل، على باليش انا هنايا تبقى غير تاكل له باش يخرجها، لازم ينطق، راكم شايفين. ورياض محرز في التصريحات ما شفتش انا كاع التصريحات، شفت التصريحات تاعو ما شفتش كاع التصريحات، كان قريت هكذا واحد المقال يقول لهم باللي كيما نقولوا مع ناقصين شويه في لي بوس، ولا يعني ما كانش اللاعبين اللي يعاونوني فوق ارضيه الميدان باش يقدم. البارح بوحنيكا يسقسي فيه بن شيخ واش يقول له، يقول له راك تشوف رياض محرز المردود تاعو اللي راهو ناقص بزاف، ما راهوش كاع يمد هذاك الاداء رغم الاسماء البارزه اللي راهي معاه، يعني هنا راهو يرد على رياض محرز، يعني رياض محرز تكلم باللي ما كانش اسماء بارزه، سؤال وينطق هذاك السم تاعو تاع ريح زعما يكذب في رياض محرز باللي الاسماء البارزه. هنا واش تجي تشوف خاوتي، هنا كاين باريكزومبل
تحكي على رياض محرز يلعب مباراه، هاو لعب مباراه، تجي تحلل عليها، تجي تقول رياض محرز قدم ولا ما قدمش، صح ولا لا؟ لا تحليل كي ما يقدمش، انا مباراه اللي فاتت ما قدمش، درت فيديو قلت ما قدمش، ما راهوش يقدم مع المنتخب، درت فيديو قلت ما راهوش يقدم مع المنتخب، بصح الحصص تاعهم ما كاش حصه ما يجبدوش على رياض محرز، ما لقري موضوع ما فيهش رياض محرز يبداو يرموا في الشرات كيما علي بن شيخ، كاين لاعبين اللي ما راهم يديروا والو، راهم يمشوا راهم واقفين، اول شرات كاع على رياض محرز، راكم على بالكم بلا ما نعاود. هنا وين تولي؟ هنا وين تولي؟ تولي راك داير حمله، راك داير حمله على رياض محرز، مادام كل حصه تهضر عليه، كل حصه شغل كيما نقولوا راكم ماذا بكم تنحوه، انتوا راكم حبيتوا تنحوه. هي نورمال تقدر تعطي رايك، اي محلل يقدر يعطي رايه، ما نقدروش نكذبوا اي محلل يقول لك رياض محرز ما راهوش مليح، صح ولا لا؟ لا خاوتي ما يقدرش نيمبورت دوك يجي لي واحد في التعليقات يقول لي رياض محرز ما راهوش مليح، هاد الاعوام ولا ما راهوش مليح كاع، ما راهوش يقدم كاع اضافه، راني معاك بصح انت كي تقولها في الحصه وتقعد تعاودها وتقعد تعاودها وتقعد تعاودها وتقعد تعاودها، انت راك دير فيه حمله، انت راك حايب تنحي والشرات وبلا احترام. كيما باريزوم تيخطر بن شابير قال لهم عال على المنتخب ولازم يعتزل وخلاص وما كانش بلاصتو طارت بلاصتو وكذا، دوك شكون اللي قرر؟ انت ولا انت يعني بالراي تاعك راك حايب تفرض على المدرب ما يزيدش يعيط له، راك تفرض على المدرب. كاين لاعبين اللي ما راهمش يقدموا ما راكوش تهضروا عليهم، كاين لاعبين اللي مدوا لهم عده فرص وما ما تقعدوش تضغطوا عليهم، باريزوم كيما بالرحمه داي سنين وسنين ما تقعدوش كل في كل حصه تهضروا عليه، كل حصه هكذا تجبدوا بالرحمه، كل حصه تجبدوا بالرحمه، نو بصح رياض محرز راكو طايحين عليه، طايحين عليه، تقدر تعاونوا على بالك باللي رياض محرز انا ماذا بيا يرجع، ماذا بيا يرجع للمستوى تاعو، كي ما يرجعش للمستوى تاعو ويبقى ما كانش في المستوى تاعو ما راهوش يقدم الاضافه للمنتخب بلا ما نكذبوا على الناس، ولكن رياض محرز على بالك باللي لو كان يعاود يولي للمستوى تاعو ما نقولش طوب طوب، يعاود يولي للمستوى تاعو، يعاود يحكم الريتم تاعو، يعاود يحكم الريتم تاع لاعب كرة قدم، على بالك باللي يعطي لك اضافه كبيره سواء في كأس افريقيا سواء في كأس العالم. يعني نورمالمون نعاونوه، نورمالمون ما نقولكش عاونوا جيبوا لعبوا اساسي، نو انا ما اللي يعرف القناه هذه يعرفني كيفاش نتكلم، شحال من خطره ننتقد رياض محرز وانا طالب في وقت جمال بلماضي، كنت نطالب جمال بلماضي حتى رياض محرز في الدكه، واش راني نقول رياض محرز مادام راهو عيط له المدرب نحفزو نحاولوا نحفزو، ماشي قال راهو عاله ولازم يروح وينسحب ويطرق روحه خلاص راهو في المنتخب، على الاقل حاول كيفاش، قال رياض محرز ها واش خاصو، خصو منا لازم يدير كوراج باش يولي يدريب لي، خصو لياقه بدنيه، خصو ما تقعدش باريزوم تحطم فيه، لان رياض محرز لو كان يعاود يولي لو كان يولي المستوى تاعو 60% من المستوى تاعو يعاونك بزاف. اعطيني انت في الجهه اليمنى اللي عندنا، اعطيني لاعبين واجدين واجدين واجدين، راني نقول واجدين، اعطيني الجهه اليمنى لاعبين واجدين، كي راني نقول لك ما رانيش نقول باللي رياض محرز اساسي، فهمني اعطيني لاعبين واجدين في الجهه اليمنى، باللومي واجد واجد ديالك مع المنتخب واساسي ويطير ويدير كلش، مازال ما عطاولوش مين با فرصه، مازال ما لعبش مين با مع المنتخب، جابوا بالماضي وما لعبوش، وهادو ما جابوهش كاع ما راهمش عيطوا له كاع، يعني مازال ما على بالناش اسكاب باللومي يقدر يقدم في المنتخب ولا لا، لا ورانا نطالبوا ان شاء الله كيما نقولوا من بالتعلق تاع رياض محرز اليوم ويجي طرابلس الجاي، طرابلس الجاي ماذا بينا نشوفوا لاعبين، ماذا بينا نشوفوا لاعبين جدد، يعني ماذا بيا يكون واسمه قلت لكم بشير باللومي يكون يحضر للتربص هذا، نعطوه باريزومبل بوعناني فرصه، ماشي باش يلعب رياض محرز اساسي، راك شايف بصح راني نقول لك اعطيني لاعب واجد في جهه رياض محرز، حاجه موسى ما راهو يلعب مع النادي تاعو ما راهو يلعب مع المنتخب، واسمه بوعناني ما راهوش كيما نقولوا خلاص هذا راهو رون بلاصا دوك رياض محرز، يعني دوك نحيو رياض محرز وبوعناني اساسي وراح يقوم بالدور تاعو ويسجل ويمد اسيستاتو، راك فاهم النقطه اللي راني حايب نوصلها، وجدوا قبل ما تنحي رياض محرز، وجد لاعب، اعطي فرصه للاعبين، انتم اللاعبين ما راكوش تعطوا لهم فرصه، يعني كي ما لعبش رياض محرز درتو بنزيه في جهه رياض محرز، بوعناني ما دخلوش، حاج موسى ما تدخلوش، راك فاهم وين راني حايب نوصل لها، ما راكش فاهم، نعاونو نولو القضيه تاع شايبي في الفيديو واللي تكلمت انا على فارس شايبي، قلت باللي ما رانيش ضد يجي ولا ما يجيش، ما على باليش، ما نقدرش نعطي رايي، سورتو في الحاله هذه، ماشي من قبل يجي. سير يجي وتكلم بصح في الحاله هذه قلت لكم ما نقدرش نقول لك اسكم اللي يحكي يجي واسكم اللي يحكي ما يجيش، وقلت نتمنى يجي
واش قلت؟ قلت المنطق يقول باللي انت كي يكون اللاعب يلعب ما تجيبوش، ويكون يقدم في اداء مليحه ما تجيبوش، يكون اساسي مع النادي تاعو ما يجيبوش، نهار ما النادي ما يلعبوش 3 مباريات ماشي اساسي، وزيد 2 مباريات ماشي في القائمه نهائيا، يعني ما راهوش يتدرب هذا الطفل، ما كانش في القائمه نهائيا وراه منحط جيبوا للمنتخب. المنطق عندي فيديو في وقت جمال بالماضي نتكلم على المنطق تاع لاعب كي يكون مصاب عنده 3 شهور ما لعبش وتجيبه تحطه في القائمه، قلت له ما كان لا. يعني انا اتجاهي واجب ونبقى في نفس الراي، سواء في وقت بالماضي سواء في وقت بيتكوفي. بيتكوفيش دوكي ما يجيب شايبي، واش راح نهضر؟ هاي ما جابش شايبي، هاد التربص ما يجيب شايبي، واش راح نهضر؟ قال لي واحد راح تقول له بلي كيفاش ما جبتوش؟ علاش نقول له كيفاش ما جبتوش؟ سيد ماروش يلعب نورمال، قول له علاش ما جبتوش من الاول ماشي دوكا. سيد ماروش يلعب، ماروش مي با في القائمه، واش ندير به كي نجيبو؟ سيد راه منهار، نجي قال لك نطلع له المورا، شكون اللي هبط له المورا؟ ماشي انتوما اللي هبطوا له المورا؟ قال لك راهو محطم نعاونو، شكون اللي حطمو؟ علاش تحطمو باش تعاونو؟ انت تحطم وتعاون. راك فاهم واش راني؟ انتوما تحطموا المنتخب من اللي كنتوا تكسروا فيه وجيتوا زعما باش تبنيوه، وتحطموا في اللاعب، لاعب تحطموه وتعاودوا تجيبوه باش تطلعوا له المورا. لعبك راسك يحبس مع هاد العباد هادوما. هذا هو اللي قصت عيش فار شايبي، ما راهوش واجد فار شايبي حاليا، ما راهوش يلعب. واش من منطق تجيبه وانت اللي حطمته؟ انت اللي ما كنتش تجيبه كي كان يطير، وكنت تبعث له ناس وتبعث له صحفيين، وتزيد انت كمدرب تقول لهم هذا ما عندوش بلاصتو، ما راهو اتاك وما راهو وسط ميدان، ما راهوش لاعب نهائيا. ودوك كي تعيط له علاش؟ فاش علاش تعيط له؟ ضغط جماهيري، علاش تعيط لشايبي دوك في سورتو في الحاله اللي ما راهوش يلعب؟ منا تقول ما عندوش بلاصتو، منا تقول ماشي لاعب كاع، ومنا يحرشو ما راهوش حاب يجي للمنتخب، منا ماشي منضبط، ومن بعد كي يولي ما يلعبش تعيطوا له تجيبوه. هبال هذا. واش نقدر نقول لكم خاوتي؟ ما نطولش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.